مراسلنا حيدر البدري ينضم إلينا من بغداد. حيدر، حدثنا عن تفاصيل أو ردود قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رد دعوى الإطار. أهلا ديار، أهلا بكل من يشاهد يو تي في. الحقيقة الآن اليوم الإطار التنسيقي لعب آخر أوراق القانونية، والتي أيضا على ما يبدو لم تفلح معه، وهي قصة الكتلة الأكبر وتقديمه لورقة لرئيس السن في وقتها. اليوم المحكمة الاتحادية لم تقتصر قرارها على رفض الإطار التنسيقي، بل تعداه إلى يعني موضوعين آخرين مهمين جدا. الأول أنه إقرار الثلثين في الحضور، وهذا الشيء سيمنح الإطار التنسيقي محاولة مناورة أخرى بأن يحاول أن يكون ثلثا معطلا ويعطل جلسة رئاسة الجمهورية، على أمل أن يعودوا مرة أخرى إلى طاولة التفاوض من أجل مكاسب أعلى. القصة الثانية أيضا أنه المحكمة أيدت بأنه يعني وضعت أنه لا شرعية لأي ورقة قدمت قبل هذا القرار. بالنتيجة على الكتلة الصدرية اليوم أن تعيد تقديم ورقة أخرى إلى رئاسة مجلس النواب المنتخب، رغم أن الكتلة الصدرية قد قدمت مثل هذه الورقة فور انتخاب السيد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، فعليها الآن أن تقدم ورقة أخرى تعلن فيها أنها الكتلة الأكبر، أي أن المحكمة الاتحادية اليوم بسباق جديد نحو الكتلة الأكبر بين الطرفين. فربما اليوم الإطار التنسيقي يلعب على طريقتين، يعني مسألة تعطيل جلسة مجلس النواب أو في حالة حصوله على أغلبية أن يكون كتلة أكبر. بالنتيجة ما زال التحالف الأغلبية هو التحالف الأكثر تماسكا داخل مجلس النواب، سواء بأعداده أو بمواقفه، وبالنتيجة أنه من المرجح أن تقدم الكتلة الصدرية ورقتها باعتبارها هي فعلا، وهذا ما تجري العمل عليه الآن في الكواليس، في كواليس السياسة. كل هذه الأمور ستحسم بعد يوم 7 من شباط القادم، يوم الاثنين، حيث جلسة اختيار رئيس الجمهورية. وبعد اختيار رئيس الجمهورية، والتي من المرجح لحد الآن أن تكون النتائج في صالح الأغلبية ومرشحها هوشيار زيباري، رغم أن المرشح الآخر الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي ومن يقف معه من إطار تنسيق وغيره يعتقدون أن الفرصة ما زالت قوية أمامهم. باختيار رئيس الجمهورية ربما ستبدأ مرحلة جديدة حول تشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء والحكومة المقبلة. نعم، حيدر البدري مراسل يو تي في كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا.